ينتشرون في أغلب التقاطعات، ينتظرون ثبات الحركة قرب السيطرات، يستجدون ركابها لمنحهم شيئا يسد حاجتهم. أما تنظيف زجاج السيارات فيمكن أن يكون السند الوحيد لأطفالنا لا يعلمون ما هو مستقبلهم. إنها ظاهرة التسول التي أصبحت واضحة لكل من قصد طريقه في بغداد. ماكو حد يصرف عليك؟ دائما عندي مساير. ايش عندك؟ دائما مساير ثلاثة. ثلاثة ما متزوجات؟ لا ما متزوجات، وبعد هوية شفت متزوجة عندها سبع جهات. سبع جهات عندها وحدة؟ اي عندها سبع جهات. زين ماكو حد يشتغل ويعيشك؟ اني؟ اي؟ لا مو بنات وياي. ما حد يعيش، شو اسوي؟ ابوكم وين؟ راح الشيدور. وين؟ راح الشيدور. الله يرحمه. ما عندك ولد؟ لا والله ما عندي. زين ما حد يساعدكم لا شيء حكومي لا مؤسسة لا وزارة عمل؟ أنا هذا اعتصار خمس سنوات والله. زين ليش ما اي؟ خمس سنوات صارت قاعدة هنا، هاي قاعدة هاي؟ خمس سنوات هنا قاعدة؟ والحسين ما حد مر علي وقال ايش بيك ما بيك. تعال تدري. ما حد اجى سألك ايش بيك؟ لا. ما حد ساعدك أبد؟ أبد، والله بس انتهى بيتي حاجتي. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترى أنها لا تتحمل قضية المتسولين لوحدها، وإنما ثمة وزارات عدة من المفترض أن يكون المتسولون من أولوياتها، ومنها وزارة التربية عن طريق اتباع التعليم الإلزامي الذي يجبر الأطفال المتسولين على مواصلة تعليمهم ليساهموا في خدمة أنفسهم ومجتمعهم. حدثنا عن موضوع التسول بشكل عام. التسول هو ظاهرة يعني غير حضارية، وأيضا تأثر على الوضع الأمني وخاصة بالوقت الحاضر، وأيضا تستغلها الجماعات الإرهابية باستغلال هذه الظاهرة للقيام بأعمال إجرامية. بالإضافة إلى ذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها الدائرة المعنية برسم السياسة لوضع البرامج وتقييمها بالنسبة للجان الفرعية المنتشرة والمكلفة بأمر ديواني من أمانة مجلس الوزراء، يعني بما معنى أي محافظة، على سبيل المثال محافظة بغداد أو محافظة بابل، في كل محافظة توجد لجنة مركزية تتمثل بها كافة مؤسسات الدولة، هاي معنية بالحد من ظاهرة التسول. يعني أصلا العنوان الحد وليس القضاء على ظاهرة التسول. وزارة العمل تعنى بملفي الفقر والبطالة. ملف المتسولين طبعا هو من الملفات اللي نقلت صلاحياتها إلى الحكومات المحلية منذ عام 2010. الوزارة جزء من اللجنة المشكلة لمعالجة ملف المتسولين، فإحنا كوزارة نقوم بعمليات الرصد والمتابعة وأيضا اقتراح الحلول لحسم هذا الملف. ويلاحظ استغلال بعض المتسولين الجنسية السورية بطريقة استبدلت النظرة إلى مأساة الهاربين من الحرب الدائرة هناك، وجعلتها أكثر عرضة للتشويه والغش، لكن ذلك لا يمنع أيضا من قيام آخرين باستخدام مأساة النازحين العراقيين للتكسب على حساب صفات ومعاناة لم تمسهم على الإطلاق. المعروف بأن المتسول يطلب من الناس الإحسان، إلا أن في العراق يظهر مستواه كقناص ماهر يصب عبارته الجاهزة في آذان المارة، محولا الفقر إلى مهنة رابحة سلاحها الحيلة وثيابها خداع المشاعر. من بغداد رفا العزيز، قناة الرشيد الفضائية.